تعالوا نشوف التقرير ده ونرجع تاني. كل طرفين لما بيحسوا ان في وقت طبعا يعني انا انفصلت بعد 11 سنه جواز مش مده صغيره تمام كان من 7 سنين وهو في الاول وفي الاخر القرار جه بناء على كده اللي هو احنا هنبقى ايه بعد كده وجود بنت او وجود طفل في الاول وفي الاخر ده هو ده اللي بيدينا القرار الاجباري او الضوء الاخضر ان احنا لازم نمشي في نفس الاتجاه لازم نفضل كده علشان لو حصل حاجه ثانيه غير كده هيبقى الموضوع شكله في الاول في الاخر هيعود بالسلب على طرف ملوش ذنب في اي حاجه ما تعتبرش صداقه بس هي الالفه العاديه اللي كانت دايره في الوقت اللي هو كان فيه ارتباط هي ماشيه بنفس السيكونس هي ماشيه بنفس الطريقه ولكن في حاجات معينة انت بتعمل لها اوف انت عارف كويس قوي ان انت في فريم معين لازم يحوط الموضوع ده لان احنا كمجتمع مصري عندنا عادات وتقاليد مش هيعرف نخرج عنها فبالتالي احترافية او القدرة على الحفاظ على الخط اللي يخلي الشيب ده في الاول وفي الاخر بيصب في مصلحة الطفل هي دي القدرة من الطرفين وكمان العيلتين على الوصول للحته دي هو تفاهم ما بين الطرفين احنا شفنا ان احنا في حياتنا الزوجيه مش متفاهمين بس واحنا بعاد عن بعض افضل فما فيش مانع ان احنا واحنا بعاد عن بعض يبقى في تفاهم هو مش كل العلاقات الزوجيه اللي مستمره الناس متفاهمه او الناس مبسوطه لا كل واحد في الطرف اللي معاه عنده ديفو في حد عايز يكمل حياته على كده وفي حد لا حدود التعامل طالما في طفل يبقى هيبقى في حاجات ويعني ضروره مثلا وجود الطرفين يعني مثلا هيبقى قدامك مثلا موقف جيتي في وقت بتغيري المدرسه بتاعت ابنك او بنتك بيبقى في ميتنج للبيرنتس تمام انت موجود الابن او البنت دولت هيجي لهم في يوم من الايام هيبقوا عروسه او عريس دايما هي في الاول في الاخر عايشه مع مامتها لان هي بنت فبطبيعه الحال اقدر حد هيخاف عليها هي مامتها انا ممكن يكون عندي شغل ممكن يكون عندي التزامات ممكن الكلام ده كله فده كان برضو اتفاق احنا اتفقناه البنت لا هحرمها منك ولا هتحرميها مني هي في الاول وفي الاخر بنتنا وهي الكلمه دي هي اللي كانت كلمه السر في ان الموضوع مشي بمنتهى السلاسه والبساطه بنت عندي البنت عندك البنت معاك البنت معايا الامور بسيطه هي الثقافه والتربيه في الاول والظروف المحيطيه اللي انت عايش فيها هل بتؤهلك كده ولا لا بس بعيدا عن الظروف انت بتبقى في الاول وفي الاخر انت اكتر حد يقدر هو اللي زي بيقولوا كده يعني يمسك الدركسيون هو اللي هيوجه في الاخر السفينه دي هتروح فين هترسى على بر امان وفي الاول وفي الاخر هتكون في مصلحه الطرف اللي هو ملوش ذنب في اي حاجه ولا كل واحد فكر في نفسه